وسؤال من الأخ راء ميم عين، يسأل الأخ يقول: عندي معلومة، لا ده أخت هي، أخت تقول: أنا طالبة وعندي معلومات دينية كثيرة وخصوصا في الأذكار، ورغم ذلك لا أستطيع المداومة على الصلاة، بمعنى أني أصلي يوما وأترك باقي الأيام، وأوهم جميع أهلي أني أصلي، حتى إذا صليت يوما أصلي في آخر الوقت ولا أصلي الرواتب، وأشعر بقسوة في قلبي حتى إنني لا أستطيع الخشوع في الصلاة ولا أستشعر معاني القرآن عندما أقرأه، كما أنني لا أقرأ القرآن إلا نادرا، وأميل ميلا شديدا إلى سماع الأغاني رغم علمي بحرمتها شرعا. أبي وأمي تقيان والحمد لله، وكثيرا ما ينصحاني على المداومة على الصلاة، وأنا أحاول أن أتعظ بعقوبة تارك الصلاة ولكن دون جدوى. عندي في البيت مكتبة دينية تحوي كثيرا من الكتيبات، وأنا كثيرا ما أقرأها ولكن دون جدوى. لا أعرف أتركي للصلاة بسبب زميلاتي في الفصل أم لماذا، فما موقف الشرع مني وما حكمي؟ والله يعني طبعا الأخت رغم تقصيرها وتفريطها في جنب الله في الصلاة، ولكن رسالتها تدل على أن في قلبها بقية خير، إن الإيمان لم ينتزع من قلبها، وإلا ما أحست بهذه القسوة التي تشعر بها في قلبها. تقول: أحس بقسوة، أحس بإني لا أخشع في الصلاة، لا أستشعر معاني القرآن. فهي يعني غير راضية عن نفسها. عدم الرضا هذا هو الخطوة الأولى نحو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، لأنه كما يقولون الشعور بالنقص هو أول الخطوات إلى الكمال. إذا شعرت بأنك إنسان كامل هذا هو النقص، لأنه لا كامل إلا الله سبحانه وتعالى. إنما كونك تشعر بالنقص هو ده الطريق إلى الكمال. فشعورها بالنقص وإحساسها بهذا، ويبدو أن إحساس يعني مرير عندها لأن رسالتها واضحة وبلغة قوية، يعني تدل على أن في قلبها بقية خير. وأنا يعني أنتظر لها إنها إن شاء الله ستتوجه إلى الخير، سيوجه الله إلى الخير، وعليها أن تقوي إرادتها، لا تستسلم للشيطان. وإذا كان لها زميلات فلتحاول أن تبعد عن الزميلات، أن تبعد عن الزميلات الطالحات الفاسدات السيئات تاركات للصلاة أو المهملات في شؤون الدين، وتحاول أن تتخير الزميلات الصالحات، فإن الرفيق الصالح والصديق الصالح مثل حامل المسك، والآخر مثل نافخ الكير، من جاور الحداد يبتلى بناره. فهي تبعد عن الحداد ونار الحداد، وتبحث عن حامل المسك، عن الصديقة الصالحة وعن الرفيقة الصالحة والزميلة الصالحة التي تذكرها بالله إذا نسيت، وتقوي عزيمتها إذا ضعفت، وتنبهها إذا غفلت، وتعينها على الخير وتخوفها من الشر. فهذا هو الصديق الصالح. فهي تبحث عن هذا. نصيحتي لها تبتعد عن زميلات السوء أو الزميلات اللي فيهن بعض السوء، وتبحث عن الزميلات الطيبات الصالحات، وتقوي إرادتها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتذكر الله، خاصة لما تكون عندها يعني معلومات دينية في الأذكار، تستغل هذه الأذكار، يعني ذكر في الأكل والشرب والنوم واليقظة والدخول والخروج والركوب، تستغل هذه الأذكار لعلها تصلها بالله سبحانه وتعالى وتقوي علاقتها بربها.